انا ما اشتغلتش في نادي الزمالك ليه؟ ليه؟ او 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 ايه حصل معايا؟ انا حصل لقاء بيني وبين رئيس نادي الزمالك اللي موجود دلوقتي مصطفى مرتضى من كام سنه، من 5 سنين أو 6 سنين، وقال لي تعالى النادي وان شاء الله تشتغل في الفريق الاول وكده، وجيت وما اشتغلتش ومشيت. مشيت لاني برضو ما كانش عاجبني الوضع ولا الناس اللي موجوده. يعني ما ينفعش مثلا انا اجي اشتغل في قطاع مثلا مدرب والمشرف عليا انا شهاداتي واسمي وكل حاجه قد 100 مره، حتى انا كابتن في النادي عليه. يعني عارف لو بتحسبها بالاقدميه انا، لو بتحسبها بالشهادات وبتاع فانا، لو بتحسبها بالتدريب كمان ممتاز بيه ودرجه ثالثه ورابعه ونجاحات انا. انما لا، ده عشان ابن فلان او عشان مع فلان. فالحاجات دي هي دي اللي انا بحاول اتناساها. يعني عارف شادي بيصعب عليا. طبعا ممكن اسالك سؤال كده طالما بتتكلم؟ مين اكتر واحد استفاد من نادي الزمالك من وجهه نظرك؟ مش اكتر واحد، في ناس كتير استفادت. بس الناس دي يعني لما تيجي تبص لها، يعني انا ببص لبعض الناس دلوقتي اقسم لك بالله العظيم اكنه هوا قدامي. بعض الناس ليه؟ لانه لا صان كرامته ولا وبقى عشان ان هو يبقى موجود او عشان حاجه معينه بقى يتناسى ان هو بني ادم، ان هو ليه كرامه. فالانسان بدون كرامه صفر. تعتذر لمين؟ بعتذر لاسرتي. ليه؟ لاسرتي والوادي، لاني اهملت فيهم في فتره. يعني كنت موجود في نادي الزمالك وولادي الاثنين كانوا موجودين في النادي، وكنت باجي عليهم علشان الناس الثانيه. بعد كده عرفت ان ولاد اللعيبه وبتاع لازم يبقوا موجودين وبتاع، مع ان ولادي كانوا لعيبه كويسه، وكان عندي ابني مصطفى كان بيلعب في الاهلي. وانا اللي رحت ونشدت مجلس اداره وادوني الاستغناء بتاعه عشان ما ينفعش يبقى يلعب في الاهلي وانا في الزمالك وكده والكلام ده. ولما جه ابتدى يلعب ابتدت بعض الناس يحاربوا ابني. فاهم؟ فولادي بطلوا كوره مع انهم كانوا لعيبه كويسه جدا بشهادات ناس كتير جدا. فاهم؟ يعني انا ظلمت مين طيب في حياتك؟ ظلمت حد في حياتك؟ طبعا مين؟ اكيد. بص، ما فيش حد. ظلمت برضو اسرتي، ظلمت ناس كتير جدا انا بحبهم. بس الظروف الحياه. تقول لهم بقول ان كثره الرجال وحشه قوي، كثره الراجل بتبقى وحشه قوي. لما بيحصل لك ظرف وانت راجل والدنيا بتيجي عليك شويه بتبقى نفسك تصلح، بس مش عارف تصلح ازاي. الدنيا كسرتك قبل كده؟ في ايه؟ طبعا حاجات كتير. عارف في شخصيتي، لان انا من الناس اللي عندي ابيض واسود، ما عنديش رمادي في حياتي. حتى اولادي بعلمهم كده، ورغم ان ده غلط، يعني اغلب الناس قالوا لي ده غلط وناس كتير.